السلام عليكم، صباحكم الله بخير، حياكم الله. معليش، التحديات اليوميه اللي راحت اتاخر صراحه لاني يعني انشغل زي كذا، لكن اليوم الحمد لله عندي اجازه لمده 15 يوم من اليوم، عندي اجازه لمده يعني اسبوعين قدام، فقلت خليني اخلص التحديات اليوم علشان عندي اجازه، فبكون الصباح افضى واخلصها. الان نبدا فيها بسم الله. تحديات اليوم يقول لك الاسكان جينسينج بيكيت، ان شاء الله نطقتها صح. هذه النبته حقت العلاج هذه، طبعا بوريكم الان ست اماكن لها تقريبا في مكان هذا تقريبا. دقيقه شوف المنطقه هذه، دار ما دار هنا بدايه من المكان هذا كذا، هنا 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 هنا، دوروا هنا المنطقه هذه، هي كثيره هنا، وانا متاكد قد سويت انا هنا، وايضا انا اشوف واحد الان حاط مكانها، فتلقونها هنا. وايضا في مكان اعتقد ثاني لها، اللي هو الظاهر انتم جايين من وبيتي اعتقد، شفت المكان هذا ركزوا معي، المكان هذا فيه اعتقد يمكن هنا يمكن ستة او سبع، وهنا ستة او سبع، هنا اكيد هنا شوفوا هنا كذا دار مدار الين هريت هنا، دور في المنطقه هذه تلقونها. طيب التحدي الثاني يقول لك انيمال تيث سولد، كيف تجيبون الضروس يعني ضروس الحيوان؟ وش تسوون؟ تروحون تصيدون تمساح هنا، تروحون لقراص هنا وابد تصيدون تمساح تصرخونه وتلقونه. انا الظاهر عندي تيث اعتقد، والله ما ادري عندي تيث ولا لا، اللي دائما صيد تماسيح. لحظه لا ما عندي، اي الظاهر اني تبرعت فيها امس لواحد من العيال. طيب وش بعد هنا يقول كاو سكينت، طبعا سهلة، كاو يعني البقر تلقونه هنا في الاميرالد، سهل جدا يعني تلقونه في مزرعة الاميرالد. وين هي؟ هنا تلقونه هنا، تروحون هذا الفنس، البقر تلقونه هنا في المنطقة هذه، معروف ما يحتاج يعني. وايضا فيه مكان وينه؟ ان شاء الله ما اكون ضيعت فيه، فيه بقر كثير ايضا الظاهر هنا اعتقد، والله ما متاكد، او هنا، المهم تعالوا هنا بس الامرد، من اللي ما يعرف الامرد؟ معروف هنا مزرعه الامرد ستيشن، عفوا الامرد رنش يعني مزرعه الامرد او عزبه الامرد، هنا تلقونها. اصلحوا ثلاث بقرات خلاص. طيب في روم مشين كومبيت، ما في اسهل من كذا، ودائما اضغطوا ستارت بعدين مربع اسهلكم. شوفوا هذه هذول هم الغرباء هنا، شوفوا هذول هم هذول اللي عليهم علامه شخص كذا راه بعيده، هذول هم واحد اثنين، هذه طبعا ما هذا حقه ال انتم، هذه حقه البرود باني، واعتقد ايضا عندهم فري روم مشن، بس انتم معروفه. شوفوا هذه سهله جدا. طيب ايضا يقول لك نانا بلاير كيل فروم اقفر، يعني اذبح عصابه وانت بتخفي، يعني ازبن زي كذا، ها وين كيف كذا ازبن كذا، ايوه زي كذا ازبن تطلق عليهم. احلى شيء تروحون هنا، افضل شيء عشان تحصل التحدي بسرعه، تروحون للعصابه هذه اللي هي حقت ثيفس لاندنج، تزبنون تطلقون عليهم. لحظه ايش بقى عندنا بعد؟ يقول هنا بلاير كل بلاير هيد شوت كل في روم فنت، يعني الرسائل اللي تجي هنا على شكل دعوات، اذبحوا ثلاث لاعبين هيد شوت يعني في الراس، تطلقون عليه في الراس. طيب طيب الطير هذا اعتقد لازم انزل له فيديو، اللي هو ما ادري شو اسمه ذا، المهم الطير هذا تلقونه في المكان هذا، لازم الطير هذا صعب شوي. انا دائما احصله دقيقه، او انزل له فيديو عشان ما يصير فيديو طويل، ابى انزل له فيديو خاص بعدين بعد ساعه كذا ساعه ونص، بنزل له فيديو خاص وبس. هذه جميع التحديات اليوم هذا اليوم، يعطيكم الف عافيه وفي امان الله.